فتحت البوابات اندفاع موفقة لجياد وأفراس الثلاث سنوات فأكثر المتنافسة بمختلف دراجاتها على مسافة الميل وربع الميل مسافة الألفين متر. المقدمة تبدأ إذن في هذه الصورة مشاهدين الكرام مع أكزكتف فورس من المسار الداخلي وأيضا أستار أباف، وهناك من المسار الخارجي هامبل جريتيود في المركز الأول ينطلق الآن ما شاء الله تبارك الله على هذه الاندفاعات السريعة في ظل متابعة من أكزكتف فورس في المركز الثاني من المسار الداخلي، وأيضا الحضور القادم من مونس وينجز في المركز الثالث، وأيضا الحضور الآخر مثل أسماء المشاركة دونت أسك مي أجين على ما يبدو هنا في هذه الصورة في المركز الثاني يترقب في المركز الثالث من المسار الداخلي في هذه الصورة تحديدا يتقدم للمركز الثالث، فيما الحضور من أكزكتف فورس في المركز الأول الآن والحضور أيضا من هامبل جريتيود في المركز الثاني يقترب دونت أسك مي أجين يقترب في المركز الثالث مع قدوم أيضا لمونس وينجز، وأيضا بقية الأسماء مارونير يأتي في المركز الرابع في ظل هذا الحضور القادم من أطيب رفيق على ما يبدو، فيما هنا دونت أسك مي أجين مع بداية الأربعمائة متر الأخيرة دونت أسك مي أجين ينطلق للمركز الأول في حضوره الأول. دونت أسك مي أجين يتقدم بكل قوة بشعار أبناء أبداح العذاب ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور أو هذا التميز ما شاء الله تبارك الله. Don't ask me again Don't ask me again لا 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 ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذا المستوى وهذه النتيجة على مسافة الألفين متر مسافة الميل.